الطبيعي والعادي ان في حوادث كتيره جدا بتحصل يوميا وبصوره عاديه جدا، ده الطبيعي والمعتاد، ومحدش فينا بيبقى عارف ايه السبب او السر ورا الحادثه دي. ولكن اللي يلفت النظر ويخليك تقعد تفكر وتسال هو تكرار حوادث كارثيه بنفس القوه وبنفس الطريقه وفي نفس المنطقه. مثلثين في العالم يا ساده اتعرفوا بمثلثات الموت، واحد اقصى الغرب والاخر اقصى الشرق، كانهم مثلثين مفتوحين على بعض، نفس خط الطول، نفس الموقع تقريبا، ولكن واحد في الشرق والتاني في الغرب. اتعرفت المنطقتين دول بالالاف والالاف من الحوادث، سفن، طائرات، غواصات، حتى مراكب الصيد، والاف المفقودين من البشر، اكبر اسرار التاريخ. الى الان محدش قدر يفك لغز مثلثات الموت، مثلث فرموزا في المحيط الهادي ومثلث برمودا في المحيط الاطلنطي. طبعا معظمنا سمع عن مثلث برمودا ومن مئات السنين، ولكن القليل مننا اللي يعرف عن مثلث فرموزا وهو الأسوأ والأسود. وكل اللي حصل في برمودا على مدار كل السنين اللي فاتت فهو صفر على الشمال فيما حدث في مثلث فرموزا. النهاردة هنتكلم يا سادة عن أسرار وحوادث أشهر منطقتين في العالم والأسباب الشائعة والتاريخ والحوادث، حتى تم تصنيفهم بأنهم المناطق الأكثر رعبا على كوكب الأرض. قبل ما نبدأ حلقتنا بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وأنكم تدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا، ويشرفني متابعتكم ليا على الانستجرام والفيسبوك، هتلاقوا اللينكات موجودة تحت في الشرح. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. هنبدأ رحلتنا بمثلث فرموزا. مثلث فرموزا عبارة عن ثلاث أضلاع وهمية. الضلع الأول بيمتد من جزيرة يوكوهاما اليابانية لجزيرة جوام الفلبينية، أما الضلع الثاني فبيمتد من جزيرة جوام لمجموعة جزر مارينا شمالا، والضلع الأخير بيمتد من جزر مارينا إلى ساحل جزيرة يوكوهاما مرة تانية. والمثلث ده موجود ما بين أربع دول أسيوية: اليابان، الصين، الفلبين، وأخيرا تايوان. حجم ومساحة المثلث ده اختلف على مر السنين، اتساع الرقعة بتاعته بتزيد مع كل كارثة بتحصل فيه. آخر تقرير وده اللي تم اعتماده إلى الآن إن خطورة المنطقة دي بتبدأ من على بعد 110 كيلومتر من الساحل الشرقي الياباني، يعني مساحته التقريبية بالكامل في حدود المليون كيلومتر مربع. اسم المكان اختلف على مر السنين، يعني مثلا في ثقافة جبال التبت القديمة قالوا عليه في كتب التاريخ إنه مثلث التنين أو بحر التنين، وده لأن فيه بعض المخطوطات اللي عمرها تعدى 3000 سنة بتقول إن كان فيه تنين عايش في المثلث ده. وفي ثقافات تانية زي الثقافة اليابانية سموه بحر الشيطان، وده راجع للظواهر الغريبة والكارثية اللي رصدوها في المثلث ده، وإنه فيه شيء كبير جدا جواه، شيء مما وراء الطبيعة. تاريخ مثلث فرموزا بيرجع للعصور الغابرة من أيام المغول. المغول زمان حاولوا يتوسعوا ويغزوا اليابان، ولكن فشلوا فشل ذريع، وما كانتش محاولة واحدة، لأ كانوا اتنين، مرة سنة 1274 ميلادية والتانية كانت سنة 1281 ميلادية، والمرتين فشلوا بنفس الطريقة وبنفس الأسباب. في كتب التاريخ اليابانية القديمة اتكتب ان سبب فشل المغول في الغزو هي الرياح الإلهية. فشل حفيد جنكيز خان فشل كبير جدا، وده كان على مستوى السفن والعتاد والجنود، وده كان قبل ما يوصل أصلا على السواحل اليابانية، وده كله كان بسبب مرور جيشه من مثلث فرموزا. دوامات وأعاصير بتطلع فجأة من العدم تبلع السفن في غمضة عين، وكان ساعتها محدش عارف إيه السر، ولكن المؤرخين اليابانيين كتبوا إن ربنا هو اللي أنقذ اليابان من غزو المغول عن طريق تسليط البحر عليهم. ولكن اللي لفت نظرهم بعد كده للمثلث ده بصورة كبيرة جدا هي حادثة حصلت من 70 سنة تقريبا. سنة 1952 أطلقت اليابان سفينة كايو مارو 5، ودي سفينة عملاقة
خاصة بنقل النفط، وكانت حمولتها عبارة عن 150 طن من براميل البترول ومشتقاته. السفينة كانت إصدار حديث، أجهزة ملاحة متطورة جدا، أجهزة لاسلكي على أعلى طراز، الأجواء مناسبة للإبحار. وفجأة وبدون أي مقدمات اختفت السفينة، اختفت تماما، أكنها لم تبحر من الأساس. والأغرب والمرعب هو إنهم ملقوش ولا نقطة بترول على سطح المية. في العادي لما بيقع برميل بترول واحد بتحصل رقعة زيت أو بترول على سطح المية، وده الطبيعي والمعروف. إنما 150 طن من النفط اختفوا تماما وبدون أي أثر على سطح البحر. غريب، مفيش نقطة واحدة دلت إن في نقطة بترول واحدة غرقت في المية. وطبعا مع اختفاء السفينة وحمولتها اختفى طاقم الملاحة اللي كان مكون من 31 شخص، لا قدروا يوصلوا لأي قطعة من حطام السفينة ولا جثة واحدة من أفراد طاقم الملاحة. الموضوع فعلا مرعب. وبعد الحادثة دي صرحت الحكومة اليابانية بإنه في شيء غير الطبيعي في المنطقة دي، وأعلنت خطورة الإبحار والملاحة في هذه الرقعة. الحادث الأغرب والمرعب بصورة كبيرة جدا كانت حادثة طيارة سان دياغو سنة 1939. في طيارة حربية انطلقت من مطار سان دياغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 3 ساعات فقط من طيرانها حصل شيء غريب جدا. قائد الطيارة بعت رسالة صوتية للقاعدة الجوية قال فيها إن الطيارة بتتعرض لظواهر غريبة وظروف غير طبيعية، وفجأة انقطع الاتصال بيهم تماما. ولكن الغريب في الموضوع مش اللي احنا قلناه ده، الغريب لسه جاي. المرعب ان الطيارة رجعت وهبطت في المطار، بس كان في حاجة مش طبيعية. جريوا رجال الإسعاف والإغاثة عشان يشوفوا ايه اللي حصل، ولكن لما فتحوا باب الطيارة انصدموا من المنظر. لقوا قدامهم 12 فرد من طاقم الطيارة ميتين، وأسباب الوفاة هي ثقوب في أجسامهم، وجلدهم كان شبه مهتك، وده كان أثر وجود مادة غريبة على جسمهم. ريحتهم كانت زي مادة كبريتية غريبة. وبعد وصول الطيارة بكام دقيقة مات الطيار اللي اتحمل كل الإصابات اللي حصلت له على مدار الرحلة، وفضل لغز الرحلة دي محدش قدر يحله ليومنا ده. الحادثة الأغرب كمان وهي حادث وفاة رئيس الفلبين رامون ماجاي، وكان معاه 24 شخص من أفراده، واللي اختفت طيارته الرئاسية سنة 1957، وكان آخر موقع ليها على الرادار كان فوق مثلث فرموزا. صدقني كل خبر هقوله لك اليوم هو أغرب من التاني بصورة تشتت العقل. يعني عندك مثلا سنة 1970 في سفينة ليبرية اسمها صوفيا باباس. السفينة دي وهي بتمر من منطقة جنوب شرق ميناء طوكيو اتقسمت نصين، حرفيا اتقسمت نصين وبدون أي مصدر أو مؤثر خارجي أو سبب. وما الجماعة الفنيين فحصوا السفينة عشان يعرفوا ايه مصدر المشكلة ما قدروش يحددوا ايه الأسباب. غريب. في 14 مارس سنة 1987 اختفت السفينة مازجوسار، ولكن ده العادي، ايه الجديد؟ خلاص بقى عرفنا ان معظم السفن والطيارات اللي بتعدي من هناك بتختفي. لا، دي واللي بعدها ليهم قصة مختلفة. الغريب يا سادة في اختفاء السفينة دي انه في شهود عيان شافوها وهي محاطة بموجات مائية مكونة من 3 أضلاع من كل جهات السفينة، وفجأة السفينة اشتعلت فيها النار مرة واحدة وبصورة غير طبيعية، مع العلم ان السفينة دي ما كانش على متنها اي مواد قابلة للاشتعال، وفجأة اختفت في باطن البحر. الحادثة الثانية والأغرب كانت سنة 1987، سفينة لاكارلوتا الفلبينية. السفينة دي لما جت تعبر مثلث هرموزا مسكت فيها النار مرة واحدة وبصورة مثيرة وغريبة، بس هنا الموضوع اختلف شوية. السفينة دي ما غرقتش، النار مسكت فيها وبعد كده انطفت لوحدها، ورجعت السفينة ورسيت على سواحل الفلبين وهي معدمة تماما، وبقت مزار للسياح من كل مكان في العالم. سنة 1957 طيارة من طراز C-97 تابعة للقوات البحرية الأمريكية كانت متجهة لمطار طوكيو وفيها 67 عضو من الجيش الأمريكي، والظروف الجوية كانت مثالية وكل الأمور تمام. والطيار في آخر رسالة لي قال أنه بيبعد فقط عن مطار طوكيو 300 كيلومتر، وأنه خلاص على وصول، ولكنه فقد الاتصال بالقاعدة فجأة وبدون أسباب.
وبعدها اختفت الطيارة وبدون أن يستدل عن أي حطام لها حتى الآن. قبل احتلال اليابان للفلبين سنة 1942 كان في حاملتين للطائرات عليهم كمية طيارات حربية كبيرة. الحاملتين دول لما مروا من فوق مثلث هرموزا اختفوا الاتنين تماما في وقت واحد وبصورة غريبة جدا. روسيا كمان وقعت في مثلث التنين عن طريق اختفاء كذا غواصة سوفيتية كانت بتحمل رؤوس نووية. أول غواصة كان اسمها جولف ودي اختفت سنة 1968، والغواصة النووية الثانية كانت غواصة إيكو 3 ودي اختفت في نفس المكان سنة 1987. وفي نفس السنة اختفت غواصة تشارلي فيكتور 1 وبعدها على طول غواصة جولف 3. ومن أبشع الحوادث اللي حصلت في مثلث الشيطان أو مثلث هرموزا هي حادثة طيارة مدنية تابعة للخطوط الكورية سنة 1983، وسقوطها ما كانش بسبب مثلث التنين بصورة مباشرة، لأ، لما عدت الطيارة من فوق مثلث هرموزا أجهزة الملاحة واللاسلكي بتاعتها اتعطلت بصورة كاملة، فدخلت في منطقة تحت حكم الاتحاد السوفيتي، فالدفاع الجوي للاتحاد السوفيتي ضرب عليها النار لأنهم ببساطة افتكروا إنها طيارة تجسس خرقت المجال الجوي، ووقعت الطيارة ومات كل اللي عليها، وكان عدد الركاب فيها 269 راكب. الحكومة اليابانية تدخلت وحبت تحط حد للكوارث دي، بعتت سفينة عليها 100 عالم من أفضل علماء اليابان في الجيولوجيا وشتى العلوم الأخرى، وخرجوا في سفينة تكاد تكون مصفحة ومحصنة فيها أقوى وأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ولكن اللي حصل ما كانش في توقعهم نهائيا، اختفت السفينة، اختفت تماما. ومن ساعتها وتوقفت تماما الأبحاث الحكومية بخصوص المكان ده، واعتبروه منطقة يجهلوا ماهيتها وإنه سر من أسرار ما وراء الطبيعة. في كتاب اسمه مثلثات الرعب في العالم، الكاتب بيقول إنه في أخبار ومشاهدات من مثلث فرموزا، إن المثلث ده أو البحر ده فيه كائنات مخيفة وغريبة، حاجات غريبة وغير معروفة لينا كبشر. ومن الطريف إن في القصص الأسطورية كانوا دايما بيحكوا عن مخلوقات غريبة ما حدش يتصور إنها موجودة، ولكن بعد التطور العلمي والتكنولوجي والرحلات البحثية اكتشفوا فعلا إن في مخلوقات غريبة جدا حوالين منطقة فرموزا، زي مثلا إنهم لقوا تعابين كهربائية ودي بتطلع موجات كهربائية بتصدم أي حد يقرب عليها. فإيه المانع إنه يكون فعلا في تنين في بحر فرموزا أو مخلوقات مخيفة وضخمة شبيهة للتنين؟ حوادث كتيرة جدا جدا حصلت في المكان ده، اللي قلناه هو بس مجرد البداية. طبعا الحوادث دي وبنفس السيناريو والشكل كده تلقائيا هتلاقي نفسك بتشبكها وبتربطها بحوادث مثلث برمودا، نفس الشكل، نفس النهاية، نفس السمات، ولكن برمودا في مكان تاني خالص من العالم. الشبه والتفاصيل في الحوادث متطابق بنسبة كبيرة جدا. طبعا كلنا عارفين مثلث برمودا من مئات السنين وكلنا سمعنا عن الحوادث بتاعته، لذلك احنا مش هنطول قوي في النقطة دي، والنقطة الاهم اللي هنركز عليها هي ايه نقطة الربط او الصلة بين مثلث هرموزا ومثلث برمودا. تعالوا في الاول نتعرف عن مثلث برمودا. مثلث برمودا موقعه في المحيط الاطلنطي وبيتكون من 3 اضلاع وهمية. الضلع الاول بيمتد من جزيرة برمودا لجزيرة بوروتريكو، والضلع الثاني من جزيرة بوروتريكو لساحل ميامي وفلوريدا، والضلع الثالث من ساحل ميامي لجزيرة برمودا مرة تانية. مساحته تقريبا 1,000,000 كيلومتر مربع. أول مرة المثلث ده يلفت انتباه الحكومات والباحثين كانت سنة 1950 لما ابتدت تظهر حوادث اختفاء بصورة متكررة، سواء لطيارات أو غواصات أو سفن أو حتى مراكب صيد في نفس المكان وبصورة غريبة ومتكررة. من التفسيرات الغريبة اللي لقيتها عن موضوع مثلث برمودا هي إن المنتظر مقيم في منطقة برمودا مع أهل بيته والمخلصين من أصحابه، وطبعا ده تفسير أنا بشوفه غريب شوية ولكن هو موجود وقائم ولازم نعرضه. التفسير ده اتذكر في كتاب اسمه بحار الأنوار واللي كتبه الشيخ محمد باقر المجلسي، وده كان في عهد الدولة الصفوية، والكتاب ده بيتكون من عشرات المجلدات. في الكتاب المجلسي بيحكي سيرة راجل بحار اسمه زين الدين علي بن فاضل، بيقال انه راح منطقة مثلث برمودا سنة 690 هجرية ووصفها وصف
دقيق جدا، والغريب ان الوصف ده جه متطابق بصورة كبيرة جدا مع تسجيل لأحد الطيارين اللي بعت رسالة استغاثة قبل اختفائه هو وطيارته. وكان نص التسجيل بيقول ان البحر مش شبه البحر، لون المية اختلف، احنا داخلين على مية لونها ابيض، وبنمر دلوقتي من فوق جزيرة صغيرة مش موجودة على الخريطة، للأسف احنا ضعنا للأبد. وده كان نص الرسالة. الشيخ المجلسي بقى في كتابه قال نفس العبارات دي تقريبا عن رحلة ابن فاضل، كاتب انه لما سافر من العراق للمغرب ومن المغرب لجزيرة صغيرة قرب المحيط الأطلنطي، فبيقول ان انا شايف البحر على غير لونه، البحر لونه أبيض وفي وسطه جزيرة الخضار مغطيها، وان المية عاملة زي سور حوالين الجزيرة من كل اتجاه، فقال انه اكيد مولانا الغائب بيعيش في الجزيرة دي، وكان قصده هنا المنتظر. طبعا كل واحد بيشوف الموضوع من اهتماماته ومنظوره الشخصي على حسب خبراته، ولكن اللي اكدوا عليه هو وجود طاقة مغناطيسية عجيبة في النقطة دي. وده نفس الكلام اللي قالوه برضو عن مثلث هرموزا، في طاقة كبيرة جدا بتشوش على البوصلة واجهزة الملاحة واللاسلكي، وده مسبب أساسي في سقوط الطائرات وغرق السفن والغواصات. طبعا كانت من أشهر الحوادث في مثلث برمودا هي الرحلة 19، ودي اللي اختفى فيها 5 قاذفات للصواريخ والقنابل، كانوا تابعين لسلاح البحرية الأمريكي، وبصورة مفاجأة وغير طبيعية اختفوا تماما ولم يستدل على أي أثر لحطامهم حتى الآن. في بعض البحارة اللي عبروا من مثلث برمودا قالوا إنهم شافوا أشكال غريبة ومخيفة من الحياة البحرية الضخمة واللي كانت بتظهر ليهم من وقت للتاني من تحت المية، ومعظم الأوصاف اللي وصفوها لحيوانات بحرية منقرضة وأسطورية، ومش موجود ذكرها بس إلا في القصص الأسطورية والخيالية. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن نظرية تجويف الارض من الداخل وعن سكان جوف الارض في سلسلة كاملة اسمها الرماديون، هتلاقي اللينك بتاعها فوق هنا وتحت في الشرح، لازم تشوفوها. في نظريات وابحاث علمية كتيرة جدا بتتكلم عن مثلث هرموزا ومثلث برمودا انهم مداخل اخرى لجوف الارض، زي مدخل قارة أنتاركتيكا في القطب الجنوبي ومدخل القطب الشمالي. فمن الأدلة والبراهين اللي لفتت نظر العلماء وقالوا إنها بتثبت نظرية إن المثلثات دي هي مدخل لجوف الأرض هي إن المية في بحر مثلث فرموزا ومثلث برمودا دافية بصورة غريبة، مع العلم إن كل المناطق البحرية والمية اللي حوالين المثلثين من المحيطين سواء الهادي أو الأطلنطي هي مياه باردة حتى الصقيع، وقالوا إن ده ناتج إن المية دي خارجة من بحار ومحيطات جوف الأرض. وفي حاجة كده ممكن نقول عليها من الميتافيزيقا أو البارنورمال، حاجات ما وراء الطبيعة، وهي ان في معلومة مهمة جدا اتعرضت في بعض الابحاث ان كل المناطق البرزخية في العالم اللي هي بيلتقي فيها بحرين مختلفين تيارات المية فيهم متضادة، يعني مية دافية في مية باردة، دي بتكون مناطق مختارة ومفضلة بالنسبة للقادمون زي إبليس والدجال ومعظم جنودهم من الشياطين، لأن الشياطين تهوى الجمع بين المتناقضات في كل شيء، هي إن يكون نصه في الظل ونصه في الشمس، أو نصه في مياه دافية ونصه في مياه باردة، لأن في ده قوة كبيرة بيكتسبوها من القصة دي. إحنا كبشر معلوماتنا عن الموضوع ده ضئيلة جدا، والحتة دي بالذات على حسب بحث موجود في المصادر. المهم علماء من شتى بقاع الأرض حاولوا يربطوا بين مثلث هرموزا ومثلث برمودا، وكان أشهرهم العالم إيفان ساندرسون، وده اكتشف إن المثلثين ليهم نفس المساحة تقريبا وإنهم على نفس خط العرض بين خط عرض 30 و40 درجة شمال خط الاستواء. وكانت من ضمن الأمور اللي ظهرت قدامه هو إن في 12 مدخل لجوف الأرض متطابقين تقريبا في السمات، ومنهم مدخل القطب الشمالي ومدخل القطب الجنوبي ومدخل برمودا ومدخل هرموزا، وتمن مداخل تانية متوزعين، 2 منهم
أسفل خط عرض 40 درجة شمالا، وأسفل خط عرض 40 درجة جنوبا، ومدخل في شمال صحراء أفريقيا الكبرى، ومدخل في منطقة جبلية غرب الهند. طبعا الأمور دي بالنسبة لي مش غريبة، لأني قريت فيها كتير جدا بصراحة، وتيقنت بصورة كبيرة أن الأرض مجوفة من الداخل وليس مصمتة. وبناء على بحث إيفان ساندرسون، فلاحظنا سمات وتشابه كبير بين مثلث برمودا في غرب الأرض ومثلث هرموزا في شرق الأرض. ومن ضمن أوجه التشابه اللي ظهرت في البحث إن في حالات اختطاف واختفاء للسفن والطيارات والغواصات في المثلثين، وإن المثلثين مناظرين لبعضهم، وإن الاتنين على خط عرض 35 درجة، واحد شرقا والآخر غرب. وفي بحثه ذكر إن المثلثين بجوار دولتين كبار ومتقدمين علميا وحضاريا وتكنولوجيا بصورة كبيرة جدا، وهم أمريكا واليابان. وكمان في بحثه أكد على أن المثلثين ميتهم دافية جدا وبصورة غريبة ومختلفة عن مياه المحيط الهادي والأطلنطي اللي أصلا المثلثين موجودين في قلبهم. وكمان أكد على أن المثلثين فيهم كم كبير من الطاقة المغناطيسية اللي بتنعكس على البوصلة والملاحة في السفن والطائرات والغواصات. وأخيرا وليس آخرا والأغرب والأهم، وهي ظهور كائنات غريبة بالمقربة من أماكن مثلثات الموت شرقا وغربا، ومنها مجسمات غريبة الشكل زي أطباق طايرة بتنتهي رحلتها بالاختفاء داخل المياه دايما، أكن في قاعدة تحت أرضية بتدير الأجسام دي. وأخيرا ومن الأدلة الداعمة جدا للنظرية دي، وهي الشفق القطبي اللي بيظهر بصورة كبيرة جدا من مثلثات الموت، وهو انبعاث غازات من عالم جوف الأرض وشمسهم الداخلية. وفي بعض الصور التقطتها وكالة ناسا من الفضاء من كذا سنة كده، فكان في انبعاث كبير جدا باللون الأخضر المشع أو المنير، وهو خارج من منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلنطي. قبل ما نختم يا سادة، هسيب لكم مفاجأة هجاوب عليها في الحلقة اللي جاية. الباحثين بيل شول وواب باتت، ودول اللي ألفوا كتاب اسمه سرقة الهرم الأكبر، واللي اترجم عن طريق الأستاذ أمين سلامة. الكتاب بيتكلم عن إن في علاقة كبيرة جدا 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 ما بين مثلث برمودا ومثلث هرموزا والهرم الأكبر. اتصدمت؟ طب خد دي، هدي لحضرتك مثل بسيط جدا عشان تستنانا في الحلقة اللي جاية، وهي ان نفس المسافة ما بين الهرم الاكبر في الجيزة وما بين مثلث برمودا هي نفس المسافة ما بين الهرم الاكبر ومثلث هرموزا. هل ده ليه معنى؟ هنجاوب عليكم في الحلقة القادمة، انتظرونا. وعشان تعرف اكتر اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ودينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وقول لنا في كومنت منتظرين حلقة سرقة الهرم الاكبر، وما تنسوش تتابعونا على الانستجرام والفيسبوك. كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. انا كريم العدوي، الى اللقاء في حلقة جديدة.